ولكن في النهاية عندي تعليق بسيط على فيديو اتنشر على صفحة الشرطة المصرية على الفيسبوك، والفيديو ده كان من محامي وكان مضمونه يعني ان هو بيهاجم المحامين او بيهاجم بعض الاشخاص من المحامين، وكان مضمون الفيديو ان المحامي بيفرح لما يتصور مع ضابط شرطة، ان المحامي بيبيع زميله عشان ضابط شرطة، ان المحامي لما بيحب يشيل مخالفة او يأذي حد او يساعد اي حد بيكون عن طريق ضابط شرطة، ان المحامي لما بيحب يتباهى بنفسه بيكلم ضابط الشرطة ويفتح المايك وكلام من النوع ده. وبصراحة أنا مش داخل هاجمه، أنا لما اتفرجت على الفيديو لقيت إن الموضوع بسيط، وده رأيه ودي حياته وقناعاته وهو مقتنع بيها، ورأيه يحترم طبعا، ولكن لا يمثل المحامين بشيء، وأكيد لو نقابة المحامين شايفة إن هو غلطان في الكلام ده أكيد هتحاسبه، ولكن برضه كان في بعض التعليقات بتشتمه ومبهدله على الفيديو، وأكيد ده مش صح، حتى لو أنت معترض على فكره أو وجهة نظره ممكن تعترض بشكل أفضل من كده، لأن أنت مش هتفرح وزميلك اللي المفروض محامي بيتبهدل والناس كلها بتضحك عليه وبيشتموا عليه، ده طبعا كلام فاضي. ولكن خلينا نرد على مضمون الفيديو بطريقة تانية خالص وأبسط بكتير من الكلام ده. أولا المحامي المحترم مش محتاج أبدا إن هو ينبطح لأي ضابط شرطة، لأن باختصار المحامي هو محامي المواطن العادي ومحامي ضابط الشرطة. ثانيا إن المحامي اللي بيستعين بضابط شرطة علشان يأذي زميله أو يأذي مواطن ويلفق له قضية، برضو المواطن بيستعين بمحامي محترم علشان يرفع الظلم من عليه ويساعده، وبعد كده المحامي المحترم بيحاسب المحامي اللي مش محترم وبيحاسب ضابط الشرطة. ثالثا ان ضابط الشرطة بنفسه اللي ضرب المحامي هيدور على محامي علشان يساعد ضابط الشرطة. رابعا ان ضابط الشرطة اللي النيابة اثناء المحاكمة هتطالب بتوقيع اقصى العقوبة عليه، فاللي هيدخل ويدافع عنه ويطلب النظر بعين الرأفة للمتهم هو المحامي اللي هيدافع عن ضابط الشرطة. ضابط الشرطة لما بيستقيل بيشتغل محامي وما بيشتغلش حاجة غير المحاماة. خامسا ان ضابط الشرطة لما بيحصل مشكلة معاه او مع ابنه او مع بنته بيدور على محامي محترم يدافع عنهم ويرجع لهم حقهم، وطبعا لما بيدور على شخص مهني ويكون شخص كويس ومحترم، ما بيجيبش ابدا المحامين النص كم اللي انت بتتكلم عنه. سادسا المحامي اللي بيحتاج ضابط الشرطة هو المحامي اللي دافع عن وزير الداخلية السابق السيد اللواء حبيب العدلي وجاب له براءة في الاتهامات الموجهة اليه، واظن كلنا عارفين مين هو اللواء حبيب العدلي، في النهاية هو اللي احتاج لمحامي يدافع عنه، ما احتاجش لضابط شرطة. واخيرا ان المحامي اللي بيحتاج ضابط شرطة هو المحامي اللي اثناء محاكمة السيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك طلب الاستاذ المحامي الكبير فريد الديب وقال له ما تسيبنيش يا فريد بيه، وبالفعل استاذ فريد الديب دافع عنه واثبت براءته في العديد من القضايا. واللي مش مقتنع بالكلام ده الفيديو موجود على الانترنت تقدروا تسمعوا كلام استاذ فريد الديب نفسه في هذا الامر. يعني في النهاية رئيس الجمهورية السابق لما احتاج محامي، ما احتاجش ضابط شرطة. وقف انت الترند على كده. واللي بقوله ده لا يقلل تماما من ضباط الشرطة، كلنا بنحترم وزارة الداخلية ورجال وزارة الداخلية وعلى دماغنا من فوق، واوقات كلنا بنحتاج خدمات من ضباط الشرطة سواء نعرفهم او ما نعرفهمش، وبندخل وبنتكلم معاهم والناس مشكورة بتتفاعل معانا وبتحللنا مشاكلنا، ده لانهم محترمين مش لانهم مجبرين على كده. لكن انت بنفسك لو جيت وسألت اي ضابط شرطة من الضباط المحترمين دول وقلت لهم ترضى ان محامي يتضرب ويتبهدل عندك جوه القسم، هيقول لك لا يمكن ابدا ان انا ارضى بحاجة زي كده، ولازم اللي غلط يتحاسب، دي امور طبيعية مفيش فيها اي اجتهاد من اي نوع. عندنا اسماء كبيرة جدا في عالم المحاماة، منهم اللي كان رئيس وزارة ومنهم اللي كانوا وزراء ومنهم رئيس اللجنة التشريعية واعضاء مجلس نواب ومجلس شيوخ وناس على اعلى مستوى، ناس حرفيا بيدفع في اسمهم ملايين الجنيهات. فعلشان كده بلاش نقحم المحامين كلهم في اي مشكلة بتحصل، لان دي واقعة فردية وكلنا عارفين ان هي واقعة فردية، مش فكرة ان ضابط ضرب محامي، لان محدش ابدا يرضى بالغلط، والغلط هنا ما بيفرقش ما بين مواطن عادي وما بين محامي، كلنا بني ادمين. وبصراحة المفروض نحمد ربنا ان عندنا اسماء كبيرة في المحاماة زي استاذ فريد الديب وغيرهم اللي رفعوا من اسهم المحاماة من غير ما يحسوا اصلا، وخلونا نقدر نرد على فيديو زي ال 12 ده بكل سهولة وبدون اي تعب. ابلغ رد هو رد المواقف، لما السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الجمهورية حصل لهم مشكلة لجأوا للمحامين، فلازم نعرف احنا بنتعامل ازاي. وفي النهاية كل الاحترام والتقدير للشخص اللي كان منزل الفيديو ده، انا ما عنديش اي مشكلة معاه، ولا عمري ان انا طالبت ان هو يتشطب ولا انه يتحول للتحقيق ولا ان النقابة تاخد معاه موقف، ده مش دوري، النقابة لو شايف ان هو غلطان اكيد هتحاسبه، لكن غير كده هو زميل فقط لا غير. واعتقد ان هو كبني ادم عنده ناس بتحبه وبتتابعه، وهو كمان حابب نفسه كده وحابب ان هو يقدم الكوميديا وسط محتوى الشغل اللي هو بيقدمه، علشان كده احنا مفيش في ايدينا اي حاجه غير ان احنا نحترمه ونحترم اللي هو بيقدمه، ولكن نطلب منه ان هو يعني يحاول يحافظ على مظهر المحامي، لان الناس كلها المفروض تشوف المحامي في وضع هادئ وفي وضع رزين، ما يشوفوش بيهزر كتير بيضحك كتير، لان اوقات بعض التصرفات بتسيء للمحامين كلهم، ولكن في النهايه كل الاحترام والتقدير ليه.